السلام عليكم، انا سميتي نادية ايبورك من مدينة القديمة. تضربت نهار الاربع مع جويل 11 شانس ديال الليل. هاد السيد ما بيننا وبينو حتى شي عداوة. هاد السيد كان سكران، بقى كان كيعير بالهضرة خايبة في الدرب. مشى وصل حدا واحد الدار، بقى كيعير بالهضرة خايبة. خرج عنده الدري قال لي اودي حنا بغينا نقيمو الصلاة، قال لي كتخص الهضرة. صافي بقى مهم تناقش مع الدري ضربو، حنا ما شناش الدري مضروب. تما هابط ماما كانت باركنيش كتبيع الشامية، سالات تما هابط بانت ليه ماما مبقى عليها انتيا الفاعلة تاركة ديرة الطوابل هنايا مفرشة في هاد الدرب ديرة. انا ما كنت، انا كنت في الدار يلا خارجة كنشوف الخرجة اللي خارجة من الدرب، كنشوفو هزته هز رجليه وعطاها لماما الكرشة. ماما هي فاتحة بقى يلا 6 شهور باش فاتحة دير عملية كبيرة على كرشة. صافي مني قلت ليها انت عارف ماما فاتحة جدك تقرب ليها، طحت. فاش طح فوق مني، منين هزوه ولا الدرب، منين تهز من سميتو، منين نط لقيت راسي مضروبه. منين مشيت لقيت راسي تخلعت ما سميتو، مشيت مع الدمايات وداك الشيء. مشيت لعند البوليس الله يجازيهم بخير، هما اللي عيطوا لنا لومبيلونس. مشيت لعشرين غشت، مشيت صافي. انا الضربه ما شهاش خيطت لي. منين سالت السيده قلت لها سميتو، قالت لي 24 غرزه، درت 14 غرزه من داخل و10 غرزات من برا. هاد الضربه نيشات بالكم في التصويره كي دايره. صافي هادشي اللي وقع، جيت درت القانون ديالي، درت الاجراءات ديالي. هو دابا راه باقي ما شدوش، باقي في حاله فرار. تضربت نهار الاربع واليوم الاربع 8 ايام وباقا مخلوعه، باقا الصدمه، باقا ما عرفتش انا داك السيد اصلا اش درت ليه، يعني تا غيدير ليا هاد الحاله. حد الان ما فسرتش اش درنا لي. تا الدري تا هو مضروب، في نفس الضربه، في نفس الضربه تا هو تخسر لي وجهه، تا هو دار شكايه. ما في الاول كان كيقولوا غا هنايا، دابا سمعنا راه مشى هربان عند خشوف بني ملال. كنطالبوا السلطات تاخذ لينا حقنا. واش حنا واحد تعدى علينا 8 ايام هادي وباقي ما شدوش؟ كنطلبوا من السلطات ياخذوا لنا حقنا. هادشي اللي كنطلبوا من العداله، تاخذ لنا حقنا. الا ما نتنازلوش، ما جاو عندنا، ما هضروا معانا، ما حتى شي حاجه. 8 ايام دابا ما عمر شي واحد جا عندنا، ما عمر شي واحد جا عندنا من العائله ديالو، ولا زعما طلبنا ولا شي حاجه. وحنا حقنا ما نتنازلوش عليه، حيت ما درنا ليه والو. كنت عدينا عليه نقولوا نتنازلو، حنا حقنا ما نتنازلوش عليه. وضربنا في الوجه، يعني تخسر لي وجهي انا، اش يبقى عندي من غير وجهي؟ انا اصلا كنخدم عند الناس في الديور، راه اي واحد دابا غيشوفني غيقول لك هذه المره كانت كتجي تخدم عندي. يعني ملي غيشوف وحده تخسرت وجهها راه ما يبقاش يدخلوها. يعني هادشي يعني بنادم من الداخل يعني بنادم كيتاثر. انا اصلا ما بقيتش كنقدر نخرج للزنقه، يعني الا خرجت كنمشي للسبيطار ولا شي حاجه. زعما تعدى علينا تكرفس عليا، الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي غنقول، بغيت سيدي ربي يبين لي حقي فيه. تفاجئنا، يعني ماشي انا، يعني الدرب كامل حيت تضربت في الدرب، الدراري ولا الدرب كلهم تفاجئوا. كيقولك زعما يعني داك الشيء وقع فرمشة عين. تضرب انا ما شفتش مضروب، تلاقينا في السبيطار. يعني الانسان اش عنده غير وجهه؟ ما عنده حتى شي حاجه. وحنا ما عمر شي الاخر كانت فينا في وجهنا. باش يجي انسان ويتعدى عليك ويخسر لك وجهك، هاد التخسيره هادي لا تبقى معاك مدى الحياه، راه يعني راه ما عمرك تقبلها. كناشدو المحسنين والطبيب الفقراء الدكتور تازي يشوف من حالنا، يشوف من حالي. انا راه عندي ولدي عنده 11 عام وتضربت قدام ولدي، راه ما عنديش باش نداوي. راه الناس اللي جمعوا لي دابا باش شريت الدواء دوروا سولوا في المدينه كامله، دوروا المدينة كاملة. احنا راه ما فحالناش وكلشي كيعرفنا، راه حرفتنا كنديرو غير الشامية والبابوش. راه يلا بدينا غا هاد اليومين عشان كنبيعو الشامية، ما فحالناش واش حنا غادي نمشيو يعني نشريو الدواء ولا نشريو بومادات غاليين، ولا غادي نمشيو عند شي طبيب اللي يديرنا التجميل. الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي كنطلب من سميتو، كنطلب من السلطة تاخذ لينا حقنا. راه السيد تكرفس عليا. اختي انا كنت نبيع في راس الدرب الفوق بعيد على الدار شويه عندي انايا، وتنتفاجئ بهذا الدري تيهضر شي كلام خايب وداك الشيء، شي سبان شي معيور. ما نقولش لك لا لا اله الا الله محمد رسول الله. هي هذيك انا هبط، جات بنتي كتهبطيني، هبطت بدا بقينا شي ساعه فحال هكايا. انا بدا الدري ما شناش واش مضروب ولا ما مضروبش، ما شناش. صافي بنتي خارجه من الدرب، تنتفاجئ بالسيد هز رجلو وعطى لي الكرشي. انا غيبت، تنتفاجئ بنتي مضروبه.
ما فهمتش انا حد الان حنا باقي مصدومين بهذيك الضربه كيفاش، يعني نفس الوقت كي شد كيضرب فهمتي مخطط داير زيزوار، حنا ما شفناش الزيزوار ما عرفناش باش شنو بنت مضروبه. انا شدمت طحت سخفت مع كرشي سخفت، انا معروفه تنبيع ونشري في المدينه القديمه معروفه، عندي 30 عام من 91 وانا تنبيع من امني ما طرا ليا هادشي. دزت شي حالات اختي اكثر من هادشي، شي حالات ما نقولش لك، تعرفي الزنقه تتلاقيك مع الخيب ومع الزوين، عمرني طرا ليا هادشي. بنتي قمشه وحده عمرها ما تقمشت لي، وعندي اربعه الوليدات داخل صحتك داخله سوق راسي، الناس تتعاون معايا، انا عايش بواحد المعيشه يعني لا اله الا الله وحمد الله وشكرا. لا عندي راجلي وما خدامش، ماشي ما عنديش، عندي وهنا ما كناش الخدمه، حنا مفاهمين على القوت ديال اليومي تنصرفوا على وليداتنا، ما تنقولوا خصنا ما والو، عايشين كي الناس عادي اللهم لك الحمد. واختي هاد السيد راه تكرفص لي على بنتي بزاف هاد، وتكرفص عليا انا بعدا يعني واحد الدرجه باش وصلت للسبيطار، وليت نقول انا يلاه دايره عمليه يعني خطر عليا باش هاد السيد كاع تيضربني. انا باقا تنسواني عند الطبيب ديالي، عندي الرانديفو في شهر 7 باقا تنسواني، باقا مريضه، باقا المشيه ديالي ما تمشيش حتى مزيان، عشت واحد الظروف صعيبه. وهاد السيد اختي راه تكرفص علينا بزاف، وانا راه اختي مريضه من جهه بنتي اللي خسرها ليا اللي ضربها ليا وحده ليا، وانا تنطلب من الدكتور التازي الدكتور الفقراء تنطلب منه يشوف من حال بنتي، الله يرحم ليه الوالدين ويخلي ليه وليداته ويخلي ليه مولات الدار ديالو، راه تيجري في الخير. وانا متبعه في الفيديوهات ديالو مع ساره مع بزاف الحالات اللي تنشوف مع داك السيد ولد سيدي عثمان ديال مولاي رشيد متبعاه. بنتي انا خدامه في الديور، انا بنتي انا راه غير هاد الازمه هذه اللي ما بقاتش ليها هي باش الدوله تتبيع، اما بنتي انا ما تتبيعش تشري في خطا الا جات حضرت لي وتتعاونني، اما انا بنتي مسكينه تتخدم في الديور تتمشي وضربها دابا شكون اللي غيقبل عليها؟ دابا درجة الناس راه مساكن ديما تيعيطوا لنا تيقول لنا كيفاش شنو طرا عليها؟ وين باش يمكن شي مساعدة اختي راه ما كاين والو. باقي ما تساعد معنا حتى شي حد، ويلاهم ولي ندرب شوية جمعوا لها الفلوس باش شرات هذاك الدواء. الصراحة، وحنا محتاجين اللهم آمين، هربان هو ما كاينش، هربان وتيقول لنا الناس راه هنا راه هنا، وحنا بغينا السلطة دير المجهود ديالها وتشدوا ويديروا مع هاد السيدة. ما تناكلوش اختي ماشي خايفين، راه ما تنعسوش، راه الألم باقي راه جاتنا بحال التصرفيقة هاد الضربة. الضربي قد السيد ما بيننا وبينه حتى شي عداوه، راه ما بيننا وبينه حتى شي عداوه، راه ما مخاصمين معاه ما مضاربين معاه ما لحنا عليه هضره، فهمتي ما كاينش شي نقاش بيناتنا. الله ياخذ الحق اختي. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.